sarang untuk imanah piyambak-piyambak kanthi ikhlas sing penggalih supados menapa ing dados hajat kula lan panjenengan sami, menapa ingkang dados wawasan kula lan panjenengan sami saking wawasan zikir tahlil sak cekapipun sak mangke pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga saketo paring manfaat dhateng sedoyo ingkang kita kintun. Lan wonten ing kesempatan ing jam menika pausan kalimat thayyibah puji digaris tahlil sakabipun sesak mangke megah kesaenanipun dipun hidhiaken dhateng sedoyo ingkang dipun waos kalian mas pengacara. Dhateng para bapak dalam para sedherek, para ibu, hadirin hadirat rahimahullah, saat ini pun semoga wawasan kalimah thayyibah zikir tahlil saat cekapi pun inggal kita awiti. Lirridha ilaih ta'ala uli syabani rasul ilaih ta'ala wabikaratir gawli ilaih ta'ala wabikaramatir ma'ulama ilaih ta'ala وعلى كل يد صالحة الإجابة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولي الشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المعاملين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى فضل الشأن وفضل الجلالي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى فضل الشيخ أبي الحسن الشاذلي وإلى فضل الشيخ أبي الحسن الأشعري وإلى منصور المدرسي لهم الفاتحة.